قال لبس الذهب يطرد الطاقة السلبية. احنا اخوة مع هذا القول، اي باعتبار يستحب لبس الزينة للنساء. للنساء، بلي 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 للنساء. أي. زين، كيف ترى ذلك؟ انت شلون انه تشوف هاي المقولة اللي يشجع على لبس الذهب باعتبار هو طارد للطاقة السلبية اللي معبر عنها بالعلوم الحديثة؟ سيدنا لو تركنا العلوم لو سولفنا بالدارج. زين، اليوم المرأة من نجيب لها هدية راح تفرح. زين، فكيف هو غدا الهدية هي ذهب؟ ذهب. أي. زين، فرحت ما تبقى طاقة سلبية لا عندها ولا عند الجيران. زين زين، بالتالي انت مع ان لبس الذهب هو طارد للطاقة السلبية من خلال اضافة الفرحة والسرور بلبس الذهب، بالتالي ان تفرح هي والجيران هم. سيد احسن شيء زين ترتاح به المرأة من الرجال مديدة جيبه. زين، كيف اذا مديدة جيبه ويطلع ذهب؟ ذهب. اذا فما تبقى طاقة سلبية. ما تبقى طاقة سلبية.